ضيفي اليوم ببرنامج سبع فنون فنان أردني يطمح دائما للخروج بأفكار جديدة، يسعى لإضافة بصمته في الفن الأردني والعربي. بدي أرحب بالفنان سعد أبو تايه. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك يارا، وتحياتي لك. شكرا على هالمقدمة الجميلة، وشكرا على الاستضافة الطيبة اللي أنا بعتز وبفتخر فيها في إذاعة هلا اف ام. تحياتنا إليك ولكل المستمعين. يا هلا بيك. يعني بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني 60، أطلقت أوبريت 60 اللي كنا عم نسمعه قبل شوي. هو عمل من إنتاجك وتنفيذك، وتشارك معك في الغناء عدة فنانين أردنيين. احكي لنا أكثر عن هذا العمل. يا ستي، هذا العمل بالبداية قبل ما أحكي عنه بدي أرفع أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى سيدي ومولاي حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن حسين حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي سمو الأمير الحسين بن عبد الله ولي العهد الأمين، وإلى جلالة الملكة رانيا العبد الله والأسرة الهاشمية والأسرة الأردنية الواحدة بهذه المناسبة بالعيد 60. طبعا هذا العمل أجت فكرته يعني بتحضير مسبق من قبل المناسبة بشهرين، فحبيت أني أعمل لوحة أردنية متكاملة في منها أغاني قديمة تم تجديدها بتوزيع موسيقي مطور ومحدث، وفي منها أعمال جديدة. الأعمال الجديدة كتب كلماتها الشاعر الأردني فايز الحمدات، والشاعر الأردنية سهام الصعوب، والشاعر الأردني عبد الرحمن أبو حجيلة. والأغاني القديمة اللي تم تجديدها اللي هي وطن الأحلى وأغنية الطيب طيبك من كلمات الشاعر الراحل حبيب الزيودي وألحان الدكتور إيميل حداد، وأغنية وطن الأحلى من كلمات عطوفة محمد أمين طبعا الشاعر الراحل والمبدع، ومن ألحان الموسيقار روحي شاهين. وزع هذا العمل توزيعه الأستاذ فادي الفحماوي، وإخراج الأستاذ رأفت أطباخي. صورناه بقصر الثقافة بتصوير يعني متعوب عليه وبطريقة راقية جدا، جميل جدا فعلا. وكان طبعا بمشاركتنا يعني شاركنا أيضا بالتصوير أوركسترا المعهد الوطني للموسيقى وكورال بنات وشباب الجامعة الأردنية. طبعا هذا العمل شارك فيه نخبة من الفنانين الأردنيين المميزين: حسين السلمان، رام الخالد، يحيى سويس، غادة عباسي، نانسي بيترو، والثنائي الجميلين حسام ووسام اللوزيين، وأيضا بمشاركتي أنا. طبعا الحمد لله يعني العمل زي ما شفتي على عبر السوشيال ميديا والفضائيات، العمل أخذ صدى واسع وكبير. صحيح. وهذا اللي احنا بنطمح فيه، يعني بنقدمه باسمي وباسم كل زملاء الفنانين إلى ملك القلوب وسيد البلاد جلالة سيدنا الله يطول بعمره. بنقول له الله يطول بعمرك، وإحنا مهما ما قدمنا إحنا مقصرين. الله يحفظ وطننا ويحفظ بلدنا ويحفظ قيادتنا. آمين يا رب. يعني بصراحة عمل متكامل، يمكن ما في أي إشي سقط منكم في هذا العمل. يمكن مرات في أعمال بتلاقي لو بس هاد أحلى، لو بس هاد أزبط. ما شاء الله عمل متكامل، والكل يعني أبلى بلاء حسنا. يعطيكم ألف عافية. أكيد. وأنا بثني على كلامك، يعني أنا شخص بالاستوديو بالعمل شخص مسرسب جدا. يعني كنت أنا بالاستوديو أثناء التوزيع بينه وبين الموزع الموسيقي أضيف جمل على العود أعطيها نحطها ونضعها بالتوزيع قبل ما ننفذ الكمانات، لأنه الكمانات تم تنفيذها بسوريا مع موسيقيين كبار بقيادة المايسترو أكيد مجد جريدة، والوتريات والكورال تم تنفيذه في الأردن مع مهندس الصوت الأستاذ أحمد عبد الله في استوديو الفنون. طبعا العمل يعني سرنا عليه أيام وليالي حتى يطلع بهذه القطعة وهذه الجمالية. وظليت حتى بالتصوير، يعني في موقف من المواقف صار بدي أذكره على الهوى لأنه موقف يذكر فضل. وأنا ما حكيته يعني على الإعلام لأول مرة أنا بحكيه. في موقف من أحد العازفين بأوركسترا المعهد العالي للموسيقى كان عنده ظرف معين ملتزم ومرتبط في حفل ستة لازم يغادر قصر الثقافة. طبعا بدي أوجه تحية كبيرة لمدينة الحسين للشباب اللي أتحونا الفرصة نصور عملنا داخل قصر الثقافة. كان عنده التزام، فقال لي أستاذ أنا لازم أغادر. قلت له إحنا صورنا جزء وإنت موجود، فإحنا ما خلصنا يعني لازم نظل. قال لي ما بقدر. فقلت له بدي منك قطعة ناي بس تخليها معي وأنا برجع لك إياها مع زملائك. قال لي تكرم، شو بدك فيها؟ قلت له ما عليك، أعطيني إياها وأنا برجعها لزملائك. أخذتها وشلحت بدلتي ولبستها لواحد من الكورال بيشبه عزف الناي، ولبسناه ببيونه واعطيته بدلتي في الكواليس ولبست لبسه. قلت له لما تخلص تصوير ترجع لي بدلتي وكملنا التصوير. فكانت هاي
يعني لحظات، يعني موقف كان يعني أنا ما بعرف كيف طلع مني، بس بأي صورة بدي إن العمل يكون لائق في هذه المناسبة. هذا سيبنا هذا غالي علينا وسيبنا طبعاً. يعني مهما ما نقدم إحنا مقصرين، فلازم يكون العمل لائق في هذه المناسبة الغالي على قلوبنا جميعا. يعني العمل طبعاً انتشر وتوزع والناس انبسطوا، والتلفونات والناس كثير حكت معي سواء بالوسط الإعلامي والمواقع السوشيال ميديا، يعني كثير حكوا معي، فهاي كانت يعني فرحتي. هذا هو تكريمي لما أنا أشوف الناس فرحانين على عمل متعوب عليه ومقدم بطريقة بروفيشنال وطريقة عالية ومميزة. فأنا بدي أشكر كل اللي عملوا وكل اللي اشتغلوا كانوا خلف الكواليس. هذا النجاح مش نجاح سعد أبو تاية، هذا نجاح جماعي أجب جهود جماعية وجهود كبيرة وجهود جبارة اشتغلت ليل نهار معنا حتى نطلع بالصورة اللائقة بهذا المناسبة. كل الشكر والتقدير إلى كل من قام في نجاح وإنجاز هذا العمل. يعطيهم ألف عافية ويعطيك ألف عافية، يعني بصراحة أبدعتوا جميعا. يعني حضرتك يعني مش بس فنان أردني، أنت كمان موسيقي ما شاء الله على العود، مبدع، وأيضا يعني صرت زميل كمان إعلامي. بالعكس، الإعلام هو يعني أنا بعتبره عالم، ولكن أنا كانت تجربتي بالإعلام اللي هي تقديم برنامج يلا نغني. بالضبط، ها هي التجربة اللي أنا نحكي عنها. شيء في مجال فني. لا بس يعني ما شاء الله عليك، يعني مش أي شخص يعني قعد ورا المايك بقدر يحكي. أنت يعني في بشخصيتك أنك أنت متحدث وتقدر أنك يعني تظهر نفسك في أفضل صورة. تجربة برنامج يلا نغني مع الفنانة طبعا نانسي بيترو اللي هي كانت واحدة من ضيوف طبعا سبع فنون، وجهها تحية. هذا البرنامج اللي انعرض على شاشة التلفزيون الأردني. نعم. احكي لي كيف إجت فكرة هذا البرنامج وكيف كانت تجربتك في عالم الإعلام؟ والله شوفي، يعني كانت تجربة جميلة جدا، وكانت أجواء حلوة يعني تجمعنا بيني وبين زملاء الفنانين والموسيقيين، وكانت يعني في ظرف جدا صعب. كانت أيامها الكورونا لما يعني كان ما حدا بيقدر يطلع نهائيا، فعملت تصريح لكل الشباب وتقدمت بكتاب بطريقة رسمية أني أنا بدي أعمل برنامج فني في كهوف أبو جابر عملناه، وكانت جهود جبارة طبعا مع أخذ الاحتياطات والإجراءات الوقائية. طبعاً يعني أكيد ما كان سهل، قواعد السلام العامة كلها، وكانوا الشباب كلهم فحصين، وكانوا الشباب كله يعني تشيك. كل حلقة كنا نسجلها، كل حلقة كنا نسجل يعني كل يومين نسجل حلقة، فكنا دائما يعني حريصين جدا على قواعد السلام العامة ويعني التقيد في شروط السلام العامة في جائحة كورونا. والحمد لله طلعنا يعني في برنامج كورونا لم تثني عزيمتنا. وأنا شخص ما بعرف أقعد، يعني أنا شخص دائما وأنا قاعد تلاقيني حايس بفكر بدي أعمل شيء. عرفتك من أول ما جيت في الاستوديو شفتيني ماسك بدوزن قاعد بطلع وكذا بحكي تلفون. عرفتك، فأنا شخص دائما عملي وبحب شغلي بحب فني، فحبيت أني أعمل هذا البرنامج. وكان يعني شارك فيه كل نجوم الأردن، والحمد لله اشتغلناه بطريقة حلوة وطلعنا في برنامج تراثي وفلكلوري حلو، بنحكي فيه عن تراثنا الأردني، أحيانا تراثنا الأردني اللي احنا بنعتز ونفتخر فيه، اللي ما له ماضي ما له حاضر طبعا. فإحنا حبينا هذا البرنامج انه نحفظ موروثنا الفني حتى يظل عايش للأجيال اللي بعدينا تتوارثه. فالحمد لله البرنامج نجح وأخذ صدى كبير على شاشة التلفزيون الأردني. كل الشكر والتقدير إلى مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، ممثلة بعطوفة المدير العام عطوفة محمد بلقر، ورئيس مجلس الإدارة عطوفة السيد غيث الطراونة، وعطوفة خلدون شدفات مدير البرامج، ومدير التلفزيون أيضا عطوفة رائد عربيات. كل الشكر لهم، لكل شخص يعني دعم هذا البرنامج ودعم هذا النجاح. يعني هذا نجاح هو ليس لسعد أبو تاية، أنا قدمت شيء للأردن أخدم فيه تراثنا الأردني، والتلفزيون الأردني احتضن هذا العمل لأنها مادة نظيفة، مادة جميلة، مادة خدمة تراثنا الفني الأردني، والحمد لله. وحلو كيف كنتوا بتشاركوا أيضا الفنانين أنت ونانسي بيترو يعني بالغناء، ويعني هيك عملتوا أجواء يعني لطيفة حلو الواحد يحضرها. يعني حتى الفنان لما كان يجين الضيف متربي يقول لي أنا شو الأسئلة شو كذا، أقول له إحنا جايين كأننا في بيتنا، جايين نتعلل ونتعشى ونحكي وندردش ونحكي عن تراثنا وعن أغانينا القديمة، ونمول ونعتب ونبسط الناس وندخل السعادة في قلوب الأردنيين في ظرف كورونا. والحمد لله أنا لما بفوت المستشفى أزور ضيف، أزور صديق إلي مريض، الله يشافي كل مرضانا، بلاقي زلمة كبير بالعمر لابس الشماغ الأحمر والثوب، والله دمعت نزلت من عيني لما مسكني قال لي والله إني أنا بتابع برنامجك
وبقعد انا والحجه بنستناه كل خميس عشان نحضرك. يا الله هاي الفرحه، هاي هي هذا انا لما اشوف يعني الناس هاي مبسوطه وكذا الحمد لله دخلنا الفرحه في بيوت الله. الاردنيين، وان شاء الله دائما بلدنا يظل بخير وبظل بامن وامان وظل دائما بلدنا بفرحته. امين يا رب، تحت ظل رايتنا الهاشميه اكيد. امين يا رب. شو حابب تسمعنا يا ستي؟ بدنا نغني في هالمناسبه، احنا طبعا راح نسمع بوريت 60 بس بدنا نغني هيك شيء يعني. احنا سمعنا سمعنا اوكي اوكي راح نقول عبد الله الحر الأبي. سيدي يا أبو حسين يا نسل النبي، مهما يدور الدرب ما نتحولي. قومي يا عمان غني واطربي وافرح بعبد الله الحر الأبي. سيدي يا أبو حسين يا نسل النبي، مهما يدور الدرب ما نتحولي. مثل الخيول بهالمدى، نادتهم الأرض ما تأخر حدا. اطلبي يا بلادنا والدلالي، هالأردنيين ما يهابوا الردى، يصهلوا مثل الخيول بهالمدى. نادتهم الأرض ما تأخر حدا، اطلبي يا بلادنا والدلالي. الله 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 تسلمي. الله تسلمي. ما شاء الله، يعني بدنا نحكي عن العزف وبدنا نحكي عن الصوت، ما شاء الله عليك. دائما يعني زي ما قلت انت ما بتقدر تقعد، يعني دائما في عندك هذا النشاط الفني المتواصل ما شاء الله. عم بتحضر لألبوم خليجي وايضا في أغنية مغربية، خلينا نحكي عنهم. شوفي في ألبوم عندي خليجي نزلت منه تقريبا مقاطع بسيطة على التيك توك وجاب مشاهدات يعني عالية، فناس كثير كان يقول لي ودي لي مسجات انه هالأغنية بدنا اياها. ففي واحد بحكي معي بقول لي تعطيني الأغنية واعطيك دنم أرض. بقول لي يا زلمة بدي اياها، قلت له ما بقدر انزل الألبوم الا لما اخذ الأوكي من المنتج. طبعا هذا الألبوم هو من كلمات وإنتاج سمو الشيخ عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني اللي تشرفت أنا بالتعاون معه بهذا العمل. العمل يتضمن 15 أغنية، في منها أغاني على المقناص، على الطيور، على الصيد، فيها أغاني تراثية، فيها أغاني بادية جميلة اشتغلناها بتخت شرقي بجلسات يعني نظام جلسات باستوديو طبعا تسجيل مطور. أغاني جميلة جدا، أضفت فيها يعني طابع الألحان اللون الأردني، فكان يعني الدمج جميل. طبعا ال 15 اغنيه من انتاج وكلمات سمو الشيخ عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، ان شاء الله قريبا راح ينزل. في اغاني سنجل بشتغل في اغنيه باللون المغربي، لون مغربي خليجي، كلمات والحان الفنان والنجم الاردني المبدع الزميل والصديق بشار سرحان، ما شاء الله. في اغنيه عشقان، عشقان يوم مقليبي عشقان، كلمات محمود الشاعر السوري محمود الحربي والحان الفنان السوري عدنان جبوري، حاليا بنصور فيها كليب، وان شاء الله هاي الاغاني السناقل يعني
راح تنزل يعني خلال فترة الصيف. في زفة، في مدلي شعبي رمثاوي عامل يعني اللون من ألوان الشمال يعني عامل شملحين عامل مجموعة حلوة. بس الآن يعني اللي راح أنزله حاليا الألبوم الخليجي، وبالصيف بداية الصيف راح يكون إن شاء الله على وقت الربيع يعني طلعة الصيف بعد رمضان راح أطرح كل أغنية الشعبية والزفة الجديدة والأغنية المغربية. الأغنية المغربية أكيد راح تنزل بعد ما تصور، إحنا راح نصورها في طابع شوي يعني مختلف عن الأعمال اللي نزلت إلي، يعني طابع الناس راح يشوفوني بلون جديد. طب سمعنا هيك مقطع منها لسبع فنون. يلا يا يا نوم كيف الرأي يا نوم، ولا جاله حبيبي نوم، وروح اليوم يشبه يوم وحبيبي نعوم. كيف الراي يا نوم، ولا جال حبيبي نوم، يا نوم كيف الراي يا نوم، ولا جال حبيبي نوم، وروح اليوم ويشبه يوم وحبيبي نعوم. اروح حلو ما يروم، يا نوم قامتي بتقوم، خوف دوم السهر دوم وحبيبي نعوم. يدندنا ودندنا يدندنا ودندنا يدندنا ودندنا يدندنا ودندنا. مروم انا هواي مروم، بحلوات النجوم يعوم، احداها تحوم ودايما تحوم وحبيبي نعوم. فيكم عباد الله فيكم، هاتك حبيبي نعوم، شبغي تندير يا نوم وحبيبي نعوم. يدندنا ودندنا يدندنا ودندنا يدندنا ودندنا يودنا ودندنا. الله، لا هيك احنا ترقبنا يعني مترقبين لانها تنزل الاغنية ان شاء الله. طبعا بالموسيقى اشتغلناها بموسيقى مغربية طبعاً. يعني ستايل التوزيع أكيد. يعني كثير جميلة اكيد اكيد، يعني بنستناها اكيد ورح نحكي عنها وقت ما تنزل إن شاء الله. مع الفيديو وكل شيء. من الشغلات اللي ايضا عم تشتغل عليها الان هو برنامج جديد. والله في تحضير يعني حاليا بحضر بأفكاره. أنا شخص ما بحب أكرر نفسي، يعني إذا ما كان عندي تجدد بحتفظ بالنجاح اللي وصلت له وبلزم الصمت زي ما بقول. نعم. فبحب دائما أني يعني لما أرجع بإشي بحب أطلع بفكرة جديدة، فحاليا عم بشتغل على فكرة جميلة رح تخدم الفن الأردني محليا وعربيا. اكثر من هيك ما راح احكي، ولكن يعني البرنامج اللي عم بحضر له حاليا راح يكون انتاج ضخم وانتاج كبير، وراح يكون باطلال جديده يلا نغني وباسم جديد، ولكن راح يكون سيزن 2 بطريقه مختلفه، وراح استضيف فيه نجوم عرب، يعني راح يكون نجوم من الخليج العربي موجودين، راح يكون في تنوع. يعني هالمره راح استضيف انا في شعراء راح يكونوا معي، شاعرات راح يكون معي، يعني بدناش نحكي بتفاصيل بدناش نحرقه لا نحرق الفكرة فعلا. بس أنا يعني بدي أحكي للمستمعين أنه إحنا حكينا فيها تحت الهواء، وهي فعلا أكيد أكيد. فكرة يعني جميلة جدا، ويعني مهتم فيها بالمحتوى وبالصورة أيضا اللي حيشوفها المشاهد. يعني هذا شيء مهم جدا، راح يكون أيضا من إخراج المبدع رأفة طباخي اللي أخرج يلا نغني، بس راح يكون يعني بنظام راح يكون في استوديو مغلق و بترتيب ديكور يعني مختلف جدا. يعني والله بنتمنى لك كل التوفيق بكل شيء عم تشتغل عليه. ايضا تسلم. في حفله قادمه باكسبو 2020 بشهر 3 صحيح؟ اكيد انا راح اكون الختام راح اكون بدوله الامارات في دبي في ختام فعاليات اكسبو ب 17/3 في الجناح الاردني، بتشرف في هذه المشاركه.
راح أقدم ليلة أردنية مميزة مدتها ساعتين راح تكون، ألتقي فيها بجمهوري محبيني من أبناء الجالية الأردنية والعربية. راح نقدم التراث الأردني، راح نغني أغانينا الأردنية، أغانينا التراثية، وراح يكون معي أيضا راح يصاحبني في هذه الرحلة فرقة الموسيقية الخاصة، بالإضافة إلى فرقة تراثية فرقة فرسان البادية، بوجه لهم تحية. راح نقدم التراث الأردني حتى على المسرح، يعني من خلال تقديم للأغاني راح يكون معي لوحة تراثية بيقدموا شو على المسرح أردني بالدحية بالدبكة في الأمور هاي، حتى نعكس تراثنا لا 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 للجالية العربية والجالية الأردنية اللي موجودين في إكسبو، ونمتعهم في هذه السهرة الأردنية الجميلة في الجناح الأردني إن شاء الله. بتمنى لك التوفيق أيضا بهاي الحفلة. يعني حابة يعني هيك خطر ببالي سؤال، يعني أنت طبعا تتميز وتتميز باللون الوطني اللون نعم. الشعبي الأردني أكيد. وحتى يعني البحة اللي بصوتك يعني بتتألق بهذا النوع من الأغاني. هل في نوع أو يعني ستايل من الأغاني أنت مثلا بتحب أنك تغني بس لسه ما غنيته؟ والله شوفي، أنا يعني أول ما تأثرت بداية الفنية تأثرت بفنان العرب محمد عبده. أنا شخص أعشق محمد عبده وأعشق أغنية وأعشق يعني لونه، فأنا بدايتي تأثرت بهذا اللون لما أخذت طريقي. ولكن لما يعني أنا بغني اللون الخليجي، بغني اللون الشعبي، يعني اللون المميز اللي أنا معروف فيه في الأردن وبيحبوني فيه الناس وبالأعراس يعني أثبت وجودي فيه، اللون الشعبي واللون الوطني. التراثي واللون اللون الوطني يعني في المناسبات الوطنية، ولكن في حفلاتي في الأعراس أنا شخص متنوع بما أقدم من أغاني الأعراس وأغاني عاطفية، وحاليا يعني الناس راح تتفاجأ أنه راح تسمع إلي لون جديد، عشقان لون شعبي بس لون شعبي مطور، حتى ياريت نسمع المشاهدين هيك منها لو مقطع صغير. أكيد. عشقان يومك ليبي عشقاني بني غنية وحالي تعباني، وقصرهم عالي ومهرهم غالي، وسرقت لي قلبي وما تفارق بالي. يعني حلو حلو انك عم بتضيف على اللون الشعبي مواضيع منوعة. يعني هي الأغنية هاي قصة واحد طفران بده يتجوز واحدة غنية ومهرها غالي، هي حبته وحبه بس مش قادر يتجوزها، فالكليب راح يكون شوي يعني فكاهي. الكليب راح يكون غريب، يعني أنا يعني إن شاء الله متفائل في هذا العام، وإن شاء الله إنها يعني بداية سنة إن شاء الله خير، تكون حافلة بالأعمال والإنجازات. هذا الكليب إحنا عم نشتغل عليه حاليا، راح نصوره يعني عشان نطرحه في فترة الصيف، هو مجموعة أغاني راح أنزلهم. بكون أنا شخص بسيط هنشوف يعني قدرات تمثيلية بالضبط، يعني المخرج الفكرة الحاطة بيقول لي أنا يعني راح أعطيك دور صعب جدا، يعني كأنك عم بتمثل أنت يعني أكثر ما بتغني، يعني أنا ما راح أكون أغني بالأغنية، الأغنية شغالة بس هي بتروي قصة راح تكون جوا الكليب، أني أنا شخص فقير وبشتغل شغلي بسيطة يعني على قدي، فبتمر واحدة الله معطيها، فبكون أنا قاعد في هالمكان اللي أنا قاعد فيه بغني، فسمعت صوتي فبتقول لهم عجبني صوته جيبوه يغني لي، فالحرس معها والناس والمرافقين والدنيا، فقصة يعني ما بنحرق الناس المخرج يزعل علينا بعدين نحرق له الفكرة. يعني هي راح تكون كثير جميلة وحلوة، راح يحبوها الناس. نتمنى لك التوفيق بصراحة، يعني عام مليء بالإنجازات، وأكيد هاي مش آخر مرة يعني أنت حتكون ضيفنا براديو هلا، أكيد راح نرجع بعد ما الإصدارات الفنية المتعددة أكيد نرجع نحكي فيها أكثر ونحكي عن ردود الفعل عنها. فنان سعد أبو تايه يعني شرفتني، أهلا وسهلا فيك، شكرا لك يا رب، شكرا لهالاستضافة الطيبة، شكرا لإذاعة هلا اف ام، شكرا لكل العاملين فيها اللي خلف المكسر المناصير وفن الصوت الأستاذ الرائع عمار زهران. بعدين عمار بالمناسبة أنا اليوم انبسطت إن لقيت عنده أغنية بالأرشيف
انا بدور عليها من سنين عشان تعرفوا ارشيف راديو هلا غني ام يعني دائما هو المرجع هو الاساس. شكرا لك وشكرا لكل المستمعين، ان شاء الله كنا خفاف الدم عليهم. يسعد قلبك، اهلا وسهلا. امين يا رب، شرفتنا. هيك بنكون وصلنا لنهايه حلقتنا من برنامج سبع فنون. كنت معكم يارا جبان من الاعداد والتقديم، من الهندسه الاذاعيه عمار زهران، من الهندسه التقنيه محمد منصير، من السوشيال ميديا هيثم الكاوي. لقائنا بتجدد كل اثنين واربعاء من الساعه 8 للساعه 9 مساء. الى اللقاء.